بعد اذنكم، او بولا، بولا ادوني بولا، الجزء اللي بيبقى موجود في اخر الصدر، يعني صدر المخلي بيبقى فيه جزء كده بالطول كده طويل في الاخر، بيسموه الموزه، يعني بتبقى اطعم حته في الفراخ كلها. تمام. يا دلوقتي موجوده اصلا ان هي بتتباع من عند الراجل بيبيع الموز دي بالكيلو، او ان احنا نقدر نعملها، نجيب الصدور الفراخ عاديه ونقطعها شرايح بالطول بالشكل ده. تمام. فعندنا الاختيارين دول، يعني نجيبهم، يعني نجيب على طول الفراخ اللي هي الستريبس بتتباع من عند الراجل بالموز دي، او نجيب صدور فراخ مخليه ونقطعها بالطول. تمام. انا البوله عندي هنا، هبتدي البيض فين، ماشي، هبتدي انزل بالبيضه. تمام. الدقيق فين، واقلب البيضه كده واحط بقى البهارات بتاعتي. تمام. برضو من الاكلات المحببه جدا لاطفالنا، والبصل والثوم البودره والكاري والكركم والبابريكا، واحط ملح وفلفل. تمام. وهقلب كل ده كده مع بعض. تمام. عليهم الدقيق، وبرضو هخففهم بمية لحد ما يبقوا عجينة كده معايا سايلة شوية. تمام. اهو بالشكل ده. معانا نورهان من سوهاج. الو. ايوه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. قولي لي حبيبتي، عندك اي سؤال؟ تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي، تسلمي لي. قولي لي عندك اي سؤال؟ كنت عايزه اسال عن الكريب الحادق. الكريب الحادق، حاضر. هقول لك المقادير بتاعت العجينه بتاعت الكريب، انا كنت قايلاها امبارح بس هقولها لك مره كمان، وهقول لك على افكار حشوات. تمام. انا هو كده بقت قوامها كويس جدا معايا، هبتدي انزل بالشرايح بتاعه الفراخ اللي بالطول. تمام كده، واقلبهم مع بعض بالشكل ده. وعندي دقيق ذرة على بقسماط، هقلبهم في طبق كده تاني. تمام. عايزة طبق فاضي بعد إذنكم. وبعد ما تطلع من التتبيلة دي كده، اخد كده كل واحدة وابتدي احط الدقيق الذرة اللي بالبقسماط. تمام. اهو بالشكل ده كده. نقدر بقى كمان نشيلهم في الفريزر في طبق كده من الاطباق الفوم دي، وبعد كده نفصل ما بين بس كل طبقه وطبقه بكيس ثلاجه، وبعدين نحط طبقه ثانيه. بالنسبه لنا يبقوا سهلين وجاهزين، وبرده نفس القصه في الناجتس. تمام. بالنسبه لنا يبقوا سهلين جدا، ان احنا منين ما نعوز نقلي ليهم، او قبل مدرسه، او قبل مثلا رايحين النادي عايزين ساندوتش، الكلام ده كله يبقى سهل معانا. فممكن كل ده نشيله في الفريزر في المرحله دي، خلاص اخدت كل حاجه، يا دوب ان احنا هنطلعها نحطها على النار، زي ما بالظبط ما بنجيب العلب والحاجات الجاهزه اللي يا دوب بنقليها على النار. تمام. احنا ممكن هنطلع فاصل، حاضر. انا بس يعني هعمل دول كده بس، ونقلي في الزيت، واحنا في الفاصل. مش هعمل حاجه غير ان انا في الفاصل هقلي التشيكن ستريبس اللي احنا عملناه. تمام. هقول كده طيب بسرعه قبل ما نطلع. حطينا البيضه وحطينا الدقيق وعليهم كل التوابل، خففناهم بميه لحد ما بقت عجينه سايله كده معانا، وبعد كده خلطنا بقسماط ودقيق ذره وبنغطي بيهم التشيكن ستريبس، وبعدين دلوقتي هنقليهم على زيت سخن على طول في الفاصل. هروح اقليهم وارجع لكم تاني بعد الفاصل.